وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في اللقاء الثاني من لقاءات مبادئ التسويق لهذا الفصل الدراسي الأول من عام 1444، عام 1440 عفوا، في التعليم الإلكتروني، التعليم عن بعد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن مقدمة في التسويق، تكلمنا عن مفهوم التسويق والمفاهيم الجوهرية الأساسية في التسويق، ثم توقفنا عند نهاية المفاهيم الجوهرية للتسويق. واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن مراحل تطور التسويق، وعناصر المزيج التسويقي، أسباب الاهتمام بالتسويق والمنافع، والانتقادات التي وجهت لعلم التسويق. نسترجع معلومات المحاضرة الماضية بشكل سريع. تكلمنا عن تعريف التسويق، وكان في عدة تعاريف، بعضها طويل، بعضها مفصل، بعضها ذكر بعض العناصر، وذكرنا أن التعريف مر بعدة تطورات خلال السنوات الماضية، لكن اتفقنا بأن التعريف الرئيسي اللي راح نعتمد عليه هو أفضل التعاريف الموجودة وأكثرها اختصارا في نفس الوقت، هو تعريف فيليب كوتلر. اللي قلنا فيليب كوتلر هو أكبر علماء التسويق، هو المرجع الرئيسي في التسويق عند المهتمين بالتسويق. عرف التسويق بأنه نشاط إنساني موجه لإشباع الحاجات والرغبات من خلال عملية التبادل. ومن هذا التعريف نقدر نستنبط الحاجات الجوهرية والأساسية اللي في مفهوم التسويق. من خلال التعريف نقدر نطلع الحاجات والرغبات خلال عملية التبادل أيضا، ويبقى عندنا مفهومين جوهريين اللي هي الطلب وكذلك المنتجات. فتكلمنا عن الحاجة والرغبة وفرقنا بينهم، قلنا الحاجة مثلا انك تكون تشعر بالجوع، الحاجة تكون للأكل، والرغبة هي نوع الأكل اللي راح تشبع به هذه الحاجة. وتكلمنا في الحاجات عن هرم مازلو الشهير، أو نموذج الحاجات، نظرية الحاجات لإبراهيم مازلو. ثم تكلمنا عن الرغبات والطلب كذلك، والمنتجات قلنا المنتجات ممكن تكون سلع، خدمات، أفكار، ممكن أنها أيضا تشمل أشياء أخرى مثل الأماكن والمنظمات والأنشطة والأحداث وغيرها من الأشياء اللي تسمى باسم منتج. بعض الناس يخلط أحيانا يسمي المنتج هو الشيء الملموس فقط، لكن المنتج ممكن يطلق على أكثر من شيء، وخدمة الاتصالات اللي تحصل عليها، أو الخدمة الطبية، أو خدمة الاستشارات، هي كلها منتجات ويجب أن تسوق بشكل جيد من أجل أن تحقق أهدافك. ثم أخيرا تكلمنا عن التبادل، قلنا أن التبادل هو الجوهر عملية التسويق، فلو لم يكن هناك تبادل ما وجد التسويق، لأن أي شركة إذا كانت تمارس التسويق على منتجها يترغب في المقابل في الحصول على ردة فعل من العملاء أو الزبائن بشراء أو استخدام هذا المنتج ودفع مقابل لهذا المنتج، فلا بد أن يكون هناك عملية تبادل من أجل أن يكون هناك تسويق. اليوم راح نبدأ بمراحل تطور التسويق. التسويق مثل أي علم من العلوم مر بعدة مراحل تطور فيها من خلالها بعدة أساليب ومفاهيم. مع مرور الوقت يكتشف الناس بعض الأخطاء في أي مفهوم وفي أي علم وفي أي مجال من المجالات، يكتشف الناس أخطاء ثم يطورون هذا المفهوم مع مرور الوقت. كل ما تم اكتشاف خطأ، كل ما تم تعديله تلقائيا من قبل المهتمين والمختصين. فأول مفهوم أو أول مرحلة من مراحل التسويق كانت تسمى مرحلة المفهوم الإنتاجي. وش خصائص مرحلة المفهوم الإنتاجي؟ نقدر مثل ما تشوفون أمامكم من خلال اسم المرحلة، مرحلة المفهوم الإنتاجي، نقدر نستنبط أنها مرحلة تهتم بالإنتاج، تهتم بعملية الإنتاج، فكانت تركز على الإنتاجية، تركز على الجوانب الصناعية
الهندسية للسلع على حساب منافع ومزايا السلع. والمقصود هنا أن السلعة يوم كانت تصنع في ذاك الوقت، كان المصنع نفسه يحرص على كيفية صناعتها بغض النظر عن المنفعة اللي راح يقدمها للمستهلك. على سبيل المثال السيارات الآن، السيارات الآن تباع بمواصفات ملائمة جدا لأذواق المستهلكين، فتجد السيارة الفارهة، تجد السيارة الرخيصة الاقتصادية، تجد السيارة العائلية، تجد السيارة المريحة، تجد السيارة الصالحة للبر، تجد السيارة إلى آخره، لأن هناك عدة أذواق للمستهلكين، فالسوق يحاول أن يلبي جميع الرغبات. لكن تخيل نفسك الآن في بداية مرحلة تصنيع السيارات، كان السوق محدود والمنافسة ضعيفة جدا ومحدودة جدا، والمصانع تكاد تكون معدودة على أصابع اليد الواحدة في العالم ككل وليس في المنطقة الواحدة. فكان المصنع يهتم بعملية التصنيع لأنه ضامن عملية البيع، الناس تحتاج للسيارات، فبالتالي أنا أشوف التصنيع المناسب لي، طريقة التصنيع، كيف أقلل التكاليف بغض النظر عن مواصفات السيارة اللي ممكن نشوفها اليوم من تقنيات وتقدم. طبعا التقنية تؤثر في هذا الجانب، لكن قلة المنافسة وقلة الإمكانيات كانت طاغية على تلك المرحلة، فكان يبرز في ذاك الوقت إنتاج ما يمكن إنتاجه، لأن المنظمة كانت تعتبر أنها إذا أنتجت ما يمكن إنتاجه هي الآن حققت أهدافها، لأنها بتبيع، راح تبيع كل السلع الموجودة عندها، وراح تبيع كل السيارات اللي قامت تصنيعها، لأن السوق يطلب. وهذه من أحد سمات هذه الفترة، أن الطلب أعلى من العرض، فتلقى عدد كبير من الناس يطلب سيارات، ولكن السيارات الموجودة اللي تصنع عددها قليل، فكل ما أنتجت أكثر راح أجد ناس يشترون هذه السلع. فإنتاج أكبر قدر ممكن من المنتجات أيضا يساعدهم في تقليل التكاليف، يساعد في تقليل التكاليف، وهذا درسته في الاقتصاد أو في مواد أخرى، أن كل ما تم إنتاج أكثر كل ما قلت تكلفة الوجبة الواحدة، لأن المصنع فيه عمال يأخذون رواتب، ورواتبهم راح تكون مدفوعة بنفس القدر سواء أنتجوا سيارة واحدة أو سيارتين أو 3 أو 10 أو 1000، كذلك أجار المصنع ثابت، كذلك الآلات والمعدات تكلفتها ثابتة، الكهرباء مثلا تكلفة ثابتة، فبالتالي كل ما أنتج أكثر كل ما توزعت التكاليف على عدد وحدات أكثر فقلت تكلفة السيارة الواحدة. في تلك المرحلة كان المفهوم الأبرز، وأعتذر منكم اللي يسأل الآن في الملاحظات تحت الأسئلة، نأجلها إلى نهاية المحاضرة، هذا طريقتنا في الأسبوع، لأن بالطريقة هذه راح يكون فيه لخبطة وتشويش، فأفضل أني أشرح الآن ثم الأسئلة أستقبلها في نهاية المحاضرة. فبرز في هذه المرحلة أن صاحب السلعة أو المنتج هو اللي يتحكم في السوق حسب رغبته وليس المستهلك. السوق اليوم المستهلك هو اللي يتحكم فيه، السيارة تبغى لونها كذا، ولا تبغى فيها المواصفات الفلانية، تبغى مريحة ولا تبغى حجمها كبير. الناس الشركات تبحث عن أذواق المستهلكين، ثم بالتالي تحاول أنها تلبي هذه الرغبات، مثل ما قلنا في التعريف تلبية الحاجات والرغبات. لكن في السابق في مثل هذه الفترة، هنري فورد رائد صناعة السيارات الأمريكية قال مقولة وهي كانت تمثل هذه الفترة، قال بإمكان المستهلكين الحصول على سيارتهم باللون الذي يرغبونه إذا كانت كل السيارات سوداء أو لونها كان أسود. معناها إني أنا بصنع سيارة باللون الأسود، أعجبت تشتريها، ما أعجبت ما عندك سيارة ثانية إنك تشتري سيارة ثانية غير السيارة اللي باللون الأسود. هذه مرحلة المفهوم الإنتاجي. المرحلة الثانية صار في تطور أكثر، صار في تقدم أكثر، صار الآن في اهتمام أكثر بالمنتج. المرحلة الأولى اهتمام بطريقة الإنتاج، الآن صار اهتمام بالمنتج نفسه. الاهتمام بالمنتج نفسه صار اهتمام بتسعير المنتجات ومواصفات المنتجات، صار في اهتمام بالجودة والسعر، لأن المستهلك الآن صار عنده خيارات أكثر، الصناعة بدأت تنتشر أكثر، صار في تطور صناعي والثورة الصناعية تقدمت، فصار فيه ربط بين الجودة والسعر،
تصير انت تقول والله في 3 شركات للسيارات الان تنتج، هل يستحق تستحق شركه فورد او الشركه الفلانيه اني ادفع فيها هذا المبلغ او لا؟ فاصبح في نوع من المقارنه، فصارت الشركات الان تربط بين عنصرين اساسيين اللي هي الجوده والسعر. ولكن الان في سوقنا الحالي الجوده والسعر ليست كل شيء، في اشياء اخرى المستهلك ينظر لها مثل الصيانه، مثل القرب، مثل سهوله البيع، مثل طريقه او وسيله البيع، الاقساط مثلا الى اخره. كل هذه اشياء متقدمه ما كانت موجوده، ومثل ما قلنا كل ما زادت المنافسه كل ما تطور مفهوم التسويق اكثر وتطورت الشركات بناء عليه لمحاوله الوصول للمستهلكين. المرحله التي تليها هي مرحله المفهوم البيعي. الان في هذه المرحله ايضا تطور السوق اكثر، تطورت تقنيات التصنيع، تطورت التكنولوجيا، فصار التصنيع اسهل، فاصبحت الشركات اعدادها لا باس فيها، صار فيها تنافس، فاصبحت كل شركه تبغى تنافس الاخرى بزياده الانتاج. واذا زاد عدد الانتاج وزادت السلع المنتجه عندنا، وش بيصير عندنا؟ بيصير عندنا في معادله العرض والطلب، بيصير عندنا العرض اكثر من الطلب. فأنا عندي 100,000 حبة للبيع، لكن الطلب عليها خلينا نقول 70,000 حبة أو 80,000 حبة، معناها أن عندي فائض في السلع الموجودة عندي. وإذا كان عندي فائض في السلع، كيف ممكن أتصرف فيها؟ وش رأيكم؟ اللي ممكن يكتب إجابة. طيب نسوق لها بطريقه اخرى. اذا كان عندي انا انتجت عدد كبير من السلع والطلب اقل من العدد العرض اللي عندي، ممكن تصرف، ممكن تخفض سعرها، هذه بعض الاجابات، ينزل من قيمتها، عروض، تخفيضات. طيب وهذه اكبر سمه كانت بارزه في المفهوم البيعي. بما ان العرض اكثر من الطلب، بالتالي احنا لابد ان احنا نشتغل على تصريف البضاعه الموجوده، لأن البضاعة إذا ما صرفتها إيش بيصير عندي بعدين؟ بيكون عندي تكدس، راح يكلفني تخزين، والتكدس هذا راح يتجمع سنة بعد سنة، والتخزين راح يكلفني أكثر، وإحنا عارفين إن التخزين مكلف. في أي سلعة من السلع مهما كان نوع، ممكن بعض السلع مثلا تحتاج إلى تبريد، فالتبريد هذا راح يكلفني تخزين، راح يكلفني أيضا ممكن التكدس هذا والفائض هذا ممكن يسبب تلف هذه المواد، في الأخير راح أخسر. وش صار الشركات الان؟ تبغى تنتج اكثر عشان تقلل تكاليف، في نفس الوقت تبغى تبيع الفائض وتبغى تبيع كل السلع المنتجه، فاصبح في هذه الفتره راج سوق البائعين. فراج سوق الوكالات او سوق اللي يسمونه الفرنشايز او حقوق الامتياز، راج مفهوم رجال البيع. رجال البيع اشخاص يجون يروجون سلعه من اجل بيعها على اشخاص اخرين وياخذون عليها نسبه. بالتالي الشركه ليست فقط مهتمه بالبيع، ممكن تفوض اشخاص او عفوا تعطي الحق لاشخاص اخرين انهم يبيعون وتعطيهم نسبه مقابل هذا الشيء. وللاسف الشديد ان كثير من الناس لا زال يفهم التسويق بان هذا المفهوم فقط، ان رجل يبحث عن اشخاص يشترون منه ثم يبيعهم وياخذ عليها نسبه. وهذا مفهوم ضيق جدا 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 عن التسويق. التسويق أعم وأشمل بكثير من هذه الفكرة، وهذا أعتقد الآن بدأ يتضح أمامكم. ثم بعد ذلك جاء المفهوم التسويقي للتسويق. فالمفهوم التسويقي يهتم بشكل جوهري، مفهوم الإنتاج يهتم بالإنتاج قلنا صح ولا لا؟ ومفهوم مرتبط بالمنتج يهتم بالمنتج نفسه، ومفهوم البيعي يهتم بعمليات البيع. الآن المفهوم التسويقي يهتم بالمستهلكين، وش الرغبة اللي يرغب فيها المستهلك، وش الحاجة اللي عند المستهلك، أنا بناء عليها راح أعطي هذا المستهلك الشيء اللي يرغب فيه. المستهلك يرغب في أن يحصل على توصيل طلبات، أو يحصل على توصيل من مطاعم أو من سوبر ماركت أو من أي مكان. قال لك والله تطبيق هانجر ستيشن، تطبيق طلبات، تطبيق جاهز، تطبيق مرسول. الآن مع المنافسة كثرة التطبيقات شو نلاحظ؟ نلاحظ أن كل تطبيق يحاول أنه
يرضي العميل اكثر. تطبيق يقول لك والله اليوم التوصيل مجاني، التطبيق الثاني قال لك والله اذا انت طلبت من عندنا اكثر راح نعطيك عرض خاص. تطبيق اوبر مثلا اذا انت اخذت منهم بشكل يومي او بصفه مستمره يعطونك باقه مميزه، يحاولون يكسبون هذا المستهلك. كل شركه تحاول انها ترضي المستهلك، لكن الاشكال وين؟ لما ناتي للاسواق اللي فيها احتكار، الاسواق اللي ما فيها منافسه كبيره، ايش نلاحظ؟ نلاحظ ان الشركه اذا لاحظت ان الناس محتاجه لمنتجها ولا في منافسه، تلقى المنتج دائما فيه مشاكل، والشركه تشتري من هذا المنتج، ثم بعد ذلك يصير في مشكله، الخدمه تصير سيئه، والسعر مرتفع، ولا احد يعطيك وجه احيانا، ويعني الى اخره من المشاكل. فالمنافسه دائما تفتح مجال لخدمات ومميزات اكثر، وتكون في مصلحه المستهلك في الاخير. فالمفهوم التسويقي، واذا الله ان شاء الله اراد واحد منكم اراد ان يفتح له مشروع، لابد انك انت تبحث عن حاجه المستهلكين، الناس وش تبغى، بناء عليه انت تلبي رغبه وحاجه هؤلاء الاشخاص. بعض الناس ممكن انه يشتري من محل ويترك اخر فقط من اجل شيء واحد، مثلا صيانه ما بعد البيع. قال والله انا بشتري من هنا لاني انا اذا خرب الجوال او خرب الجهاز بقدر اروح لهم يصلحون لي. محل ثاني لا والله ما عنده صيانه جيده، او الصيانه دائما في متاخره، او الصيانه دائما فيها مشاكل الى اخره. فهذا مفهوم او صوره عفوا تقارن بين المفهوم البيعي والمفهوم التسويقي، وهذه صوره مهمه جدا. كان في نقطه البدايه في المفهوم البيعي، المفهوم البيعي يبدا من المصنع. انا ابغى اصنع ثم بعد ذلك ابيع، هذا همي الاول. في نقطة البداية في المفهوم التسويقي قال لك أول مرحلة هي السوق. المسوق أو الشركات الآن اللي تدرك مفهوم التسويق بشكل صحيح، قبل ما يبدأ في طرح المنتج وش يسوي؟ ينزل للسوق يشوف الناس وش تبغى. قبل ما ينزل الآيفون أعطوه مجموعة من الناس، راح المجموعة من الأشخاص سألوهم شاوروهم، قال لو الجوال لاحظ فيه الميزة الفلانية، لو كان فيه إيميل، لو كان باللمس، لو كان في تطبيقات، كيف ممكن؟ هل بيكون ناجح؟ سألوا مجموعة من الأشخاص، نزلوا للسوق، شافوا في حاجة عند الناس، إن الناس ما تبغى، إذا بغى يدخل حتى على إيميل يروح المكان الفلاني، أو إذا بغى يستخدم ما في شيء اسمه التطبيقات، كانت محدودة جدا، فلاحظوا هذه الحاجة، فمن خلالها قدروا يدخلون للسوق وفعلا حقق نجاح. فصار من 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 من, من خلال شركة أبل انفتاح موضوع الجوالات الذكية وأصبحت ناجحة جدا في العالم. هذا كمثال. ثم بعد ذلك التركيز، قال لك من المقارنة التركيز. التركيز في المنتجات المفهوم البيعي، عفوا في المفهوم البيعي المنتجات الحالية، إذا أنتجت أبغى أبيع الموجود عندي الآن. المفهوم التسويقي يركز على حاجة المستهلك، لذلك حاجة المستهلك أنت لابد أنك تقرأ حاجة المستهلك. أين تكمن حاجة المستهلك؟ حاجة المستهلك اليوم تختلف عن حاجة المستهلك قبل 10 سنوات، وتختلف عن حاجة المستهلك بعد 10 سنوات. يوم كان الجوال اللي كان بالشكل القديم اللي يتصل ويرسل رسائل فقط كان عند كثير من الناس، هو نعمة كبيرة جدا وميزة يعني كانت فوق ما يتخيل الشخص، لأن الشخص في ذاك الوقت كان أقصى شيء ممكن يملكه البيجر مثلا، أو أنه يكلم من كابينة، أو لابد أنه يكلم من بيت. تخيل الآن حالك وانك انت تعيش بدون جوال، لا يعني عند كثير من الناس لا يمكن ان يتقبل ان يعيش بدون جوال، صحيح على الاقل مكالمات، لكن الان مع مرور الوقت صاروا الناس حتى ما يستغنون حتى عن الجوال الذكي، حاجه المستهلك متغيره. لذلك الشركات اللي تاخرت في مواكبه التطور وجدناها متاخره. ليش؟ لان شركات مثل نوكيا كانت مستمرة على تصنيع الأجهزة القديمة، لكن يوم تغير السوق تغيرت حاجة المستهلكين فيه أصبحت نوكيا متأخرة جدا، مع أنها كانت مسيطرة على سوق الجوالات بالكامل تقريبا، لكن بسبب تأخرها أصبح السوق محتكر من قبل مجموعة أخرى من المنافسين، والآن صار صعب على نوكيا أنها ترجع وتحسن سمعتها من جديد. هذا يحتاج إلى وقت أكثر. الوسائل المستخدمة، البيع والترويج فقط في المفهوم البيعي.
ولكن في مفهوم التسويق، التسويق المتكامل، وخلينا نقول كمثال او تفصيل اكثر، هو المزيج التسويقي اللي راح نشرحه في الشريحه القادمه. النتائج، نتائج من خلال حجم المبيعات، ونتائج من خلال اشباع حاجات ورغبات المستهلكين. ممكن احد يعطيني الفرق بين المفهوم البيعي والمفهوم التسويقي من ناحيه النتائج؟ اذا قلنا ارباح من خلال حجم المبيعات، وارباح من خلال اشباع حاجات ورغبات المستهلكين. اصيغ السؤال بطريقه اخرى، الان انا بعت 1000 قطعه من خلال مفهوم بيعي، من خلال حجم المبيعات، وفي المفهوم، لكن من خلال مفهوم التسويق تطبقت المفهوم التسويقي وبعت كذلك 1000 قطعه، هل يوجد فرق بين الحالتين او لا؟ اذا كان في احد عنده اجابه. اللي يقول نعم، كيف الفرق؟ اللي ما فهم السؤال. الآن احنا نقول النتائج، ممتاز جدا، هذه الإجابة اللي كنت أبحث عنها. في المفهوم التسويقي أفضل للمستقبل. الآن في النتائج، في المفهوم البيعي أرباح من خلال حجم المبيعات. يعني لو جاك واحد وباع لك، أو جاء في سوق من الأسواق وباع 1000 قطعة في يوم واحد، قال لهم يا جماعة الخير هذا الزيت مناسب جدا لمشاكل مثلا، او هذه المشروب للمشاكل الباطنيه ومشاكل مدري مين والى اخره، عدد لك من الاشياء. شروا 1000 شخص. ال 1000 شخص بعد ما شروا في المفهوم البيعي اكتشفوا ان هذا الكلام غير صحيح. ما بحث عن حاجة ورغبات المستهلكين، اللهم كان هدفه فقط البيع. في التسويقي اعلن عن هذه المواصفات وحاول يروج لها بطريقه معينه، وكان كلامه فعلا صحيح وباع 1000 قطعة اليوم، مش راح يكون أثرها في المستقبل؟ أنا اكتشفت إن كلامه صحيح، رضيت أنا كعميل، بكرة راح يبيع أكثر لأن كسب ثقتي أنا، صح ولا لا؟ إذا كسب ثقتي أنا راح أكلم من؟ راح أقول لزملائي، أصدقائي، إخواني، أخواتي إلى آخره، صح ولا لا؟ في المستقبل إيش راح يكون؟ رضوا الزبائن والعملاء، راح ابيع اكثر في المستقبل، راح ارجع انا اشتري منه في المستقبل، وراح يشتري منه زميلي صديقي والى اخره من الاشخاص. لكن في المفهوم البيعي باع الان 1000 قطعه، لكن في المستقبل الناس ممكن ما ترجع له. فلذلك رضا المستهلك هو الذي يحقق لك الاستدامه في المستقبل. المفهوم الخامس، والاجابات كانت تقريبا صحيحه فيها المجال. المفهوم الخامس قال لك مرحلة المفهوم التسويق الاجتماعي. قلت احنا عندنا مشكلة اننا ممكن نسوق بعض السلع اللي ما تهدف الى حاجة المجتمع. انا ممكن اخدمك كزبون وابيع لك شيء مناسب لك، لكني اضر المجتمع. على سبيل المثال، ممكن انا اصنع سيارات. السيارات هذه اللي اصنعها وابيعها لك، انت مبسوط عليها كزبون. جدا رائعة. ومواصفاتها ممتازة، كل المواصفات اللي تبغاها فيها موجودة فيها، وسعر مناسب إلى آخره. لكن في مشكلة أن الشركة هذه وهي تصنع السيارات هذه تسبب عوادم بنوعية المواد المستهلكة ضارة في البيئة. الضرر هذا إذا ما ضرك أنت المشتري اليوم، من بيضر؟ راح يضر أبنائك، راح يضر المجتمع، راح يضر مجموعة أخرى من الأشخاص ما لهم علاقة مباشرة بالشركة. فقال في التسويق الاجتماعي ان احنا نحرص على المستهلك ونلبي حاجته ورغبته، وكذلك نحرص على المجتمع وحاجة المجتمع. من حاجات المجتمع مثلا يقول لك والله انا احرص اني اوظف شباب سعودي مثلا. هذا من المسؤولية الاجتماعية. من الاشياء الجيدة لخدمة المجتمع يقول اني ابيع سلع غير ضارة للمجتمع، اشياء مفيدة للناس. من مرحلة التسويق الاجتماعي قال لك الآن مثلا بعض الشركات إذا جيت تشتري منها قطعة يقول لك والله حنا بضاعتنا قابلة لإعادة التدوير. إيش معنى قابلة لإعادة التدوير؟ معناها أنها صديقة للبيئة، معناها أنها ما تستخدم مواد إذا ألقيتها في 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 الحاوية الله يكرمكم، أو في أي مكان، ما تتحلل وتكون شيء ضار على البيئة. نستفيد منها بطريقة أخرى ويتم إعادة تصنيعها، وأيضا ما تكون مضرة للإنسان أو للبيئة. فهذا هو المفهوم الاجتماعي للتسويق. المصانع ممكن أنها تقام في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية. حتى الآن مع مفهوم
الاحتباس الحراري اللي بدأ يظهر الآن، وتغير أجواء وذوبان القطب المتجمد وإلى آخره من الكلام هذا اللي ظهر على السطح الفترة هذه، الآن محاولة تحسين طريقة استهلاكنا وطريقة شرائنا وطريقة تصنيعنا للأشياء. أحد الأمثلة اللي أذكرها أحد زملائكم في الملاحظة، يقول في شركات تسوق بأنها تعلن أنها راح تزرع شجرة مقابل شرائك منها مثلا، وهذا شيء جميل جدا، هذا فعلا من باب المسؤولية الاجتماعية إلى آخره. بعضهم تلقى عنده أوقاف، بعضهم يقول لك والله كل ريال تشتري من الوجبة اللي عندي راح يقدم للجمعيات الخيرية لمساعدة كذا. المشكلة أنه إذا أعلن عن خدمة مثل هذه أو ميزة مثل هذه ولا طبقها، هذا يعتبر غش وخداع، وبالعكس مع مرور الوقت الناس تكتشف هذا الشيء ويكون الأثر عكسي 100%. ممكن تفعيل الدور الاجتماعي هو الصيغة المناسبة لمرحلة التسويق الاجتماعي، فيقول لك حنا ما نهمل دور المجتمع ولا نهمل أهمية المجتمع. عناصر المزيج التسويقي، عناصر المزيج التسويقي الفور بيس، تسمى فور بيس لأنها 4 أشياء تبدأ بحرف البي، اللي هي المنتج والبرايس والبليس، المنتج اللي هو البرودكت، والبرايس اللي هو السعر، والبليس اللي هو المكان أو التوزيع، المكان أو التوزيع، والبروموشن اللي هو الترويج. هذه 4 عناصر هي مجموعة من المتغيرات التسويقية التي تقوم المنظمة بنسجها لمقابلة رغبات السوق. المقصود هنا أن هذه الـ4 أشياء لابد أنها تكون قائمة في سياستك التسويقية من أجل نجاح هذا المنتج. بمعنى أنتم غير مطالبين بالمصطلحات الإنجليزية، ولكن مفهوم الفور بيز هذا ضروري جدا أنك تفهمه كطالب تسويق، جدا ضروري، وهذا هو زبدة مفهوم التسويق، هذا أهم شيء فيه. فإذا سئلت عن التسويق وذكرت الـ4 أشياء هذه، فأنت شخص اطلعت على جزء كبير من التسويق، فضروري فهم هذه الـ4 نقاط، راح نشرحها إن شاء الله في كل فصل على حدة، ولكن على أساس أو نمر عليها مرور سريع. هذه الأشياء الـ4 لابد أنها تكون متكاملة، وإذا اختل أحد من هذه الـ4 أركان، هي أركان 4، إذا اختل واحد منها يختل التسويق عندك بشكل كبير. أضرب لك مثال، تخيل عندك منتج مميز جدا ويلبي حاجات ورغبات المستهلكين، وتم توزيعه او البليس او المكان اللي تبغى تشتريه منه، تحصله في مكان مناسب جدا، ممكن تحصله في تطبيق بالنسبه لك سهل جدا الوصول له، او انك تحصله في اماكن متعدده مثل بقالات او سوبر ماركت او اي مكان ممكن تلقاه، ممكن انه يروج له بطريقه صحيحه، تشوف اعلانات بشكل مميز له، تشوف في السوشيال ميديا مميزه الاعلانات عليه، تشوف الاماكن اللي تبيعه يعرضونه بطريقه مميزه، كل شيء ممكن. لكن في مشكله، وشي ان كان سعره مرتفع، فهذا راح يخرب عليك كل العناصر الأخرى، فلا بد أن تكون العناصر عندك كلها مكتملة، منتج مميز بسعر مناسب ويوزع في مكان مناسب للمستهلكين أقدر أوصل له. ما تقول لي والله منتج هذا صعب الوصول إليه، موجود في فرع واحد في وسط الرياض وصعب الوصول إليه، فأنت راح تبحث عن منتج بديل إذا كان في صعوبة الوصول هذا المستهلك للمنتج، أو أنك عندك متجر إلكتروني وإذا طلبت منك تجلس فترة طويلة إلى أن يصل هذا المنتج، وشركات التوصيل اللي تتعامل معها سيئة جدا، فالتوزيع كان عندك فيه مشكلة كبيرة، أو إنك ما روجت بشكل صحيح. ممكن عندك منتج مميز، سعره مميز، ووجد في مكان مميز، لكن ما روجت بشكل صحيح، الناس مو فاهمة هذا المنتج شو مميزاته، فبالتالي أنت راح تخسر. ليش؟ لأنك ما كملت بطريقة صحيحة. بعضهم في تسويق الخدمات أضاف 3 عناصر أخرى، فقال لك تسمى 7 P's بدال 4 P's. قال لك الناس، البيئة المادية physical environment، وكذلك عمليات تقديم الخدمة أو ال processes، وهذه تهتم بخدمات أكثر. المنافع التي يؤديها التسويق، وش المنافع؟ عندنا 3 أنواع من المنافع التي يؤديها التسويق. قال لك التسويق يؤدي يؤدي المنفعة الزمنية. المنفعة الزمنية على سبيل المثال، مثلا انت تروح للصيدلية، قال لك الصيدلية تفتح 24 ساعة، هذه منفعة زمنية قدمتها لك الصيدلية،
ليش؟ لانه يدري ان في ناس ممكن يحتاجون الصيدليه في اوقات متاخره، او انت ممكن اذا الساعه 2 الساعه 3 في الليل تبقى حاجه من بقاله، ما تبغى تلاقي بقاله حاليا مفتوح، صح ولا لا؟ بقاله تسكر الساعه 12، لكن ممكن تلقى سوبر ماركت كبير مثل بندا او غيرها، بعض الفروع اللي يفتح الى الساعه او يفتح 24 ساعه، هذه منفعه زمنيه قدمها لك. المنفعه المكانيه ان يتواجد في مكان مناسب، لما تروح في اي مكان تلقى العثيم موجود، تلقى مثلا بنده قريب منك، هذا يعطيك ميزه اضافيه كمنفعه تسويقيه انك تتواجد في المكان المناسب، منفعه مكانيه. المنفعه الثالثه المنفعه الحيازيه. المنفعه الحيازيه المقصود بها هو حقك في الحصول على هذه السلعه. اذا انا بعتك للسلعه انت من حقك انك تستخدم هذه السلعه كيفما شئت. اخيرا الانتقادات اللي وجهت لعلم التسويق. وش الانتقادات اللي وجهت لعلم التسويق؟ بعض الناس قالوا انه مصدر اذاعات وتضليل المستهلك. بعض الناس يتاذى من كثره الاعلانات اللي تطلع له، خصوصا في السوشيال ميديا اليوم. تدخل على سناب شات، تستخدم برنامج سناب شات، تطلع لك اعلانات بشكل متكرر، هذه فيها ازعاج. المشكله الثانيه نوعيه المنتجات احيانا ليست امنه. فيعلن عنها ويروج لها بطريقة غير صحيحة وهي في الواقع منتجات مضرة. أحيانا التسويق يحفز المستهلك على شراء سلع أو منتجات غير مفيدة بسبب أنه والله يقول عليها عرض. في كثير من الناس مثلا قال لك والله اشتر قطعة واحصل على الثانية 50%، فيروح يشتري الأولى ثم يحصل على الثاني 50% وما ما هو محتاج للثانية. انت ممكن درست بالاقتصاد المنفعة الحدية. المنفعة الحدية هو انك مثلا شرحت اتوقع درست بالاقتصاد ان مثلا اذا شريت كوب قهوة ب 5 ريال فانت حصلت على منفعة 5 ريال من هذا الكوب للقهوة. الكوب الثاني الان انت مثلا كنت تحس بصداع وشربت كوب القهوة تعدل مزاجك والحمد لله. الان اردت انك تشتري كوب ثاني. هل الكوب الثاني اذا شربته راح تحصل على نفس المنفعه اللي حصلت منها عن الكوب الاول؟ لا. بالتالي يقول لك منطقيا ان الكوب الثاني المفترض ان يكون سعره بالنسبه لك كمنفعه المفروض ان سعره اقل. الى ان تصل الى الكوب الخامس او السادس يكون فعلا قيمته بالنسبه لك صفر، شرائك لهذا الكوب ما له اي قيمه، انت تدفع على شيء. وهذا نفس الشيء مثلا في مفهوم اشتر مثلا ثوب واحصل على الثوب الاخر 50%. الثوب اللي راح تشتريه ب 50% انت ممكن ما تستخدمه او استخدامك يكون له قليل. الثوب الاول اللي شريته ب 200 ريال انت فعلا حطيت مثلا 200 ريال في هذا الثوب لاستخدامه. يعني واحد يقول حلو الثوب مو مغير ما في اشكال، لكن ممكن مثال ثاني، اي مثال تمام؟ جزمة مثلا الله يكرمكم أو غيره. أحيانا تشتري هذا الشيء الآخر، ممكن أحيانا حتى في المواد الغذائية تشتري شيء آخر هذا فقط لأن عليه خصم إضافي، لكن مع مرور الوقت تنتهي صلاحيته أنت ما استخدمته فقط. ليش؟ لأنك أنت ظنيت أنك حصلت على عرض جيد وفي الأخير عرض غير جيد. أدوات تدمير وغيرها ممكن يصير معك مثل هذا. من الانتقادات أحيانا الغلاف الخارجي يكون مخادع، وهذا دائما تصير. شوف الغلاف يعجبك المنتج لكن داخل المنتج سيء جدا، هذا التسويق سيء. هذا في الاخير نتيجه مثل مفهوم البيع اللي تطرقنا له قبل شوي. التجاره الالكترونيه مثلا بعضها يكون فيها سلع مغشوشه، يحط لك الصوره في الموقع مميزه جدا، تشتريها يطلع لك شيء مختلف تماما. هل راح ترجع له؟ لا يمكن ترجع له. هل راح تنصح زملائك فيه؟ لا يمكن، بالعكس راح تكون انت سبب في ان الناس ما يطلبون من هذا الموقع. وهذا لذلك الناس اللي ما تدرك مفهوم التسويق بشكل صحيح تتصرف بالطريقه هذه. فهذه ابرز انتقادات وجهت لعلم التسويق. الان راح ناخذ اختبار او كوز سريع ثم بعدها نستقبل اسئلتكم باذن الله. الكوز هذا راح يكون مدته 3 دقائق، بعدها نرجع نناقش الاسئله ثم ناخذ استفساراتكم واسئلتكم عن محاضرتكم. نبدا الان، بسم الله.
يعطيكم العافية جميعا. عفوا، الآن الإجابات وصلتكم. ناقش الأسئلة بشكل سريع. السؤال الأول: من المنافع التي يؤديها التسويق؟ من المنافع التي يؤديها التسويق، احنا عدينا ثلاث: منفعة زمانية، ومنفعة مكانية، ومنفعة حيازية. في 14 من الطلاب والطالبات اختار جميع ما ذكر، وحنا ما جبنا طاري المنفعة الحسية والمعنوية نهائيا، فهي المنفعة الزمنية فقط. المنفعة الزمنية فقط. يعتبر مفهوم التسويق الاجتماعي أو المفهوم الاجتماعي للتسويق أقدم المفاهيم، حيث أنه كان يعتمد على الإنتاج فقط. والعجيب أن فيه 15 شخص أجاب بإجابة صح. المفهوم الاجتماعي هو أحدث المفاهيم وآخرها وليس أقدمها. المفهوم اللي كان يعتمد على الإنتاج فقط هو المفهوم الإنتاجي. أتمنى التركيز. أنا ما أدري ليش أشوف الإجابات هذه. هل هو عدم تركيز؟ هل هو اختيار عشوائي؟ مو واضح لي إيش السبب، لكن أعتقد أن الإجابة المفروض أنها تكون واضحة جدا. من الانتقادات اللي وجهت لعلم التسويق هو الإعلان عن سلعة ضارة، صحيح. من عناصر المزيج التسويقي الإعلان، الدعاية، التسعير، جميع ما ذكر. أيضا الأغلبية جابوا إجابة خطأ. التسعير، احنا قلنا المنتج والتسعير والتوزيع أو المكان والترويج. الإعلان والدعاية هي عناصر من الترويج، ليست من عناصر المزيج التسويقي. أتمنى التركيز على هذه النقطة لأنها مهمة. أخيرا، يختلف المفهوم التسويقي عن المفهوم البيعي من خلال البداية والوسائل والتركيز. كل هذه الأشياء يختلف فيها. جميع ما ذكر هي الإجابة الصحيحة. للأسف، وأتمنى أنكم تعطوني السبب في أن أغلب الإجابات، كثير من الإجابات كانت غير صحيحة. مش تعتقدون السبب؟ ما أدري ليش صراحة. هل الأسئلة صعبة؟ أو أن كثير من الطلاب غير مركز يعني في الأغلب ما يطلع لهم في الجوال؟ طيب، إن شاء الله جدا واضحة الأسئلة، سهلة جدا. هذا يعني أعطيكم فكرة عن طريقة الأسئلة إن شاء الله في الاختبار النهائي. أي سؤال أو استفسار؟ أي سؤال أو استفسار قبل ما نختم؟ أمامنا نصف دقيقة تقريبا. طيب، عندي سؤال، تفضل. شداد، أنا ما أشوفك كثير، الفهم ممكن يكفيك أكثر من الحفظ. طيب، في سؤال يقول لي: تراجع جودة كثير من المنتجات مع الزمن، لأن في الفئة اللي تشوف نلاحظ فيها تراجع في الجودة، نلاحظ أن الفئة هذه من الناس تبحث عن السعر. فإذا كانوا الناس يبحثون عن السعر والنزول في الأسعار، فدائما يتزامن مع النزول في الجودة. لكن الفئة، بعض المنتجات اللي تستهدف فئة تبحث عن الجودة، تلقى الجودة دائما تتطور مع الوقت. في استراتيجيات من بعض الشركات للأسف أنها تتعمد تقليل جودة الجهاز أو السلعة اللي تبيعها من أجل أنها تجبرك على شراء سلعة أخرى وتزيد من عملية البيع، وهذه ثغرة في السوق. لو وجدها منافس آخر وركز عليها، ممكن أنه يقضي على هذا المنافس. هذه إجابة للسؤال. التسويق الكاذب ممكن أنه يحاسب. في تسويق كاذب ممكن أنه يحاسب من جهات رسمية، وأعتقد الآن بيصير في تنظيم أكثر لعملية التسويق في المملكة، ويصوت على قرار لتنظيم التسويق بشكل أكثر، ويكون في جمعية معترف فيها للتسويق. أعتقد الوقت انتهى. يعطيكم العافية جميعا. اللي عنده سؤال ما جاوبنا عليه ممكن يسأل في المنتدى، ونلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم على خير. أتمنى من الجميع تسجيل الخروج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.